تونس نادمة على قرارها ضد المغرب في مجلس الأمن الدولي. كشفت مصادر متطابقة أن تونس تجري اتصالات رفيعة المستوى مع المغرب لشرح موقفها الذي اتخذته بمجلس الأمن الدولي خلال تصويته على القرار الأخير حول نزاع الصحراء والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورتو. الرئاسة التونسية وفق ما كتبته كود خدامة قدر اتصالاتها مع مسؤولي المملكة المغربية لشرح الأسباب التي خلات تونس تصوت بالامتناع عن قرار مجلس الأمن الدولي، وهو الموقف الغير مفهوم وخلى ردود فعل وتساؤلات، خصوصا وأن قرار مجلس الأمن كان معروفا قبل انعقاد المؤتمر بأن المغرب سيفوز بأغلبية ساحقة. وكان مستشار الرئيس التونسي قد أكد عقب تصويت لمجلس الأمن على قرار الخاص بنزاع الصحراء أن تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع نزاع الصحراء المغربي.